كل الخضروات لا في حيات لازم تتقشر طبعا، يعني مثلا العكس تمام الباذنجان، الباذنجان لازم تتقشر. ليه؟ لانه القشره الخارجيه فيه مشاكل كثيره جدا، القشره بتاعت الباذنجان يعني لازم اقشرها. يعني هسه الناس حتى الناس بتلقى بعض الناس عندهم مشاكل في المعده، تلقى لما ياكل محشي يقول لك بتعب، صح؟ لانه القشره الخارجيه فيها مواد كثيره خطر. ايوه سامه ما كويسه. فانا بالنسبه للباذنجان لازم اقشره. شفت؟ لكن عجور جزر، جزر دير ما يتقشر، ما يتقشر، يتاكل طوالي زي وزي الخيار، زي وزي الخيار. تغسله بس تمام، تاكد منه ما فيه حاجه وتقطعه وتاكله. هذا نحن تعرف يا دكتور مشكلتنا بنهتم بالقشريات، يعني بنهتم بالديكور اكثر ما نهتم بالقيمه الغذائيه. نعم. يعني شكله يجي كذا بطريقه معينه ولا لك نظيف. انا وديت زول عجور ما مقشر بستغرب يعني. مش كذا يشوفوا حاجه عيب يعني، انت كذا ما احترمته. اه جبت له عجور ما مقشر. وجزر ما مقشر. وجزر ما مقشر. شفت افتكر كذا يعني. لكن ترجع المرايع تشوف الناس بتكلم عن التغذيه والعارفين الكلام ده كله، تقول الكلام الصحيح. طبعا احنا بناخذه كقيمه زراعيه. نعم. انه كان احنا زراعيه بندرس بنفس الحكايه القيمه الغذائيه فيه يعني، وتوجد وين الماده القيمه الغذائيه للمحصول المعين. يعني فيتامين ايه في الجزر معروف، غني جدا فيتامين ايه، ومعظمه موجود في القشره الخارجيه. جوا ما في حاجه كده. كويس؟ هي تتكلم عن العجور نفس الحكايه. هذا كل الكلام. طيب فيتامينات بصوره عامه، الفيتامينات بتتقسم في فيتامينات بتدوب في المويه. يقول لك اي محصول انت تحطه في المويه كثير اكثر من ربع ساعه ساعه بتلقاه الفيتامينات دي دابت. فبالتالي لما تكشح المويه انت تكون خسران، خسران كذا دفقت حاجه كثيره جدا كان انت ممكن تستفيد منها في جسمك يعني.